أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه يعتقد أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ما يزال على قيد الحياة، وأضاف ماتيس أن ما يمكن أن يدفعه للاعتقاد عكس ذلك هو أن تؤكد واشنطن قتله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تلاحق البغدادي. أكدت الكويت أن ميليشيات حزب الله اللبناني تمثل تهديداً لأمن واستقرار البلاد، وأن علاقته بأفراد خلية العبدلي الإرهابية تعد تدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي للكويت. وأوضحت الخارجية الكويتية في خطاب موجه إلى ناظرتها اللبنانية أن حكم محكمة التمييز الكويتية أثبت مشاركة حزب الله في التخابر ودعم أفراد خلية العبدلي بغرض القيام بأعمال إرهابية لهدم النظم الأساسية للكويت. وطالبت الخارجية الكويتية الحكومة اللبنانية بممارسة مسؤولياتها تجاه تصرفات حزب الله غير المسؤولة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إجراءات جديدة وجدية وصفها بالخطيرة ما لم تطلق سراح جميع المعتقلين الأمريكيين في سجونها. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي حث طهران على إعادة الضابط الأمريكي السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران منذ 10 سنوات. أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قتل 30 فرداً من أفراد التنظيمات الإرهابية في سلسلة ضربات جوية نفذها الجيش لليوم الرابع على التوالي. وأكد المتحدث إلقاء القبض على 5 من المتشددين وتدمير 12 عربة يستخدمها المتطرفون. وذكر بيان أن قوات الجيش فرضت حصاراً محكماً على البؤر الإرهابية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، كما نفذت عمليات دهم أرضية بالتعاون مع القوات الجوية المصرية. أعلن نادي تشيلسي رسمياً ضم مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا بصفقة قياسية بلغت 70 مليون جنيه استرليني ولمدة 5 سنوات. وقالت تقارير سكاي سبورتس إنه من المقرر التحاق موراتا بمعسكر الفريق في سنغافورة خلال الساعات المقبلة، صفقة أصبح بها موراتا رابع الصفقات الكبرى التي أجراها مدرب تشيلسي كونتي خلال الانتقالات الحالية، في وقت يقترب فيه المهاجم الإسباني دييغو كوستا من مغادرة الفريق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.